أنا بالنسبة إلي كانت دراستي في بيت سوريك، وكانوا أهلي فلاحين في بيت شنة. كانت اليهود ورجال الهجانة كانوا يطلعوا في الليل، يجوا على الدار يحطوا فيها اللغم ويروحوا، ما يشوفوا إلا الدار انهدمت على صاحبها. وانهدمت المدرسة هي هان في البلد عندنا بيت سوريك، انهدمت المدرسة ورحنا على بيت شنة. شوية اللي احنا ردينا رحلنا بيت شنة. بتذكر لما شردنا هناك على بيت من بيت شنة، واجينا على بيت عور، واجينا في لي اخت توفت واحنا شاردين من بيت شنة، توفت في بيت عور، صار عندها نزيف وتوفت، ودفناها في بيت عور، وشردنا رحنا على سنجل، ومن سنجل رحنا على بيتونيا، وبيتونيا يعني رحلة صعبة جدا. الآن بيحاولوا فينا تياخذوا بيت سوريك، مش بس أنا، بيت سوريك ما ضلهاش أراضي. أنا إلي هنا في بيت سوريك قطعة 15 دنم راحت ورا الرادار، ما نقدرش نخشها إلا بتصريح. إذا إحنا رحنا الأرض بتروحش، وجالنا أولادنا موجودين، أولادنا موجودين، أولاد أولادنا موجودين، ولا تنسى مفاتيح الدور موجودة، مفاتيح الدور موجودة في جيبنا.